عاد العد العكسي من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي بإيدي آخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار عم يبدا العد العكسي لا عمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد لا اشكي الحظ طال ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا امسي يا هالجرح العميق وبعيش حياتي لاول مره حلوه وسعيده مجنوني حر لو حارسلها بايدي ما بندم على الماضي بندم على ايه فارس بليز تروك كل شي في بين ايديك تاخدنا هلا لا مش ليخص الدوين انا ما نقدر اتحمل ولا تاكي بقى هون بتعرف شو حبيبي بتيجي بتاخدنا مع المسيو جبران رح نترك هونيك بليز ما تتاخر باي انه كيف بدنا نترك نايا لحالها معه هلا مؤقتا يلا يلا مشي معي ساميه انه بركي مسيو جبران مش ناوي يستقبلنا انا رح اختنق ما فيني اطر بقى ولا تاكي هون بعد ما شفتك ايش حطنا على الناهي مشي اهلا وسهلا اهلا مدام ليلى اهلا مدام ساميه شكرا انا بعتذر مسيو جبران يمكن جينا بوقت مش مناسب بالعكس اهلا وسهلا فيكم ساعه اللي بتجوا بتعتبروا اليخت لكم شكرا طمنوني كيف مدام نايا ولا اذا انت بتعرف احنا بنعرف ليلى تركيني ساميه احكي الموضوع اكثر من انه اسكت عليه خير شو في قلقتوني مسيو جبران امبارح بعد ما خلصنا السهره وفلينا كل واحد على بيته حسيت في شيء صار بالفيلا غير اعتيادي غيره لا كل شيء كان طبيعي غير انه انه شو غير انه بعد شي ساعه من السهره الفيلا طفيت كليا شو الغريب هالقصه كل الناس قبل ما تنام بتطفي الاضوي لا لا لانه مسيو عاصم كان عم يخبرني انه ركب كل هالاضوي وكل هالسبوتات حتى يكشف البحر ما بده حدا غريب يقرب على الشط بلكن قطعت الكهرباء والموتريت شو كنت عم تعمل لك ان وقتها بجوز عطل ممكن هيدا الاحتمال الاقرب للواقع ليش ما يكون عاصم هو اللي قطع الكهرباء
شو؟ لشو عم تلامحي مدام؟ ما بعرف بس لازم اتاكد. هلا انا في عندي معلومه بس ما بعرف اذا كانت مفيده او لا. اي معلومه بتفيد قول. الصبح بكير شفت مستر عاصم راجع بالسياره وكان عم بسوق بسرعه جنونيه، نزل من السياره لوحت له بايدي ما انتبه لي. ايه بعد ربع ساعه رجع طلع من جوا، طلع بسيارته، صبحته قبل يمكن ما سمعني، بس هالمره كان عم بسوق كثير على مهله. طيب هو بتتذكر اي ساعه كان بالضبط؟ ايه شي 8 او 8 ونص هيك شي. يعني وقت تركنا بالمستشفى مع نايا وانا راح الشغل بس هو رجع على الفيلا. انه بجوز نسيان المصريات او الكريدت كارد بالفيلا ورجع حتى ياخذهم. بتعرف انه نايا كان بدها تظهر من المستشفى باسرع وقت وهو لازم يغطي تكاليف العمليه قبل ما يظهرها. ليه كذب علينا؟ لكن كيفي قلنا انه راجع على البيت. يمكن ما حب يحرج حاله او يحرجنا. بتعرفي في ناس ما بتحب تحكي موضوع المصاري. صحيح كيف كنا بدنا نهرب نايا بلا ما نغطي الحساب؟ منيح شو هالمشكلة؟ كنا دفعنا نحن. بدكم تهربوا نايا؟ ليلى بتعتقد انه عاصم هو يلي ضربها. محمول. ما في سمك بدي طالعها. اهلا وسهلا فيك مسيو فارس، كل السمك على حسابك. في مجال بدون هيدي مسيو جبران ومسيو فارس؟ يا ريت. بس انا صراحه ضيق خلق من مسيو عاصم. هو بحب يعمل حاجز احترام بينه وبين الناس. بشرفك فارس، هذا وش حدا نقلب عن السلم؟ عمم مصدق. اذا ما بخلي الامن الجنائي يستدعوا لك تحقيق انا ما اسمي ليلى. بس ليستدعوه بده موافقة صاحب العلاقة أو حكيمته. حضرتك محامية ليلى ثابت؟ بشكلك دكتورة انك بديت موعد على موعد تاني. صراحة تليفونك قلقني وخصوصي انه الموضوع بيتعلق بمريضة من المرضى اللي عندي. دكتورة انا بحاجة لدعمك. انا بدي ارفع قضية على عاصم غريب، زوجة موكلتي نايا. نايا هي صديقتي، اجت لعندي امبارح بعد نص ليل واجريتي لها عملية اسعافية. بخصوص شو؟ ولو يا دكتورة، أنا اللي شفته على وجهه وعلى جسمه لنايا منه ناتج عن سقوط عن السلم، هو ناتج عن ضرب مبرح. أنا طبيبة نسائية والشي اللي عم تحكي عنه أكيد خارج اختصاصي. أنت بحاجة لحدا من الطب الشرعي. أنا ماني طبيبة بس هيدا الشي اللي قدام عيوني منه ناتج أبدا عن سقوط من السلم. طب عظيم، إذا عندك الحجة الكافية لتثبت الشي برافو. هيدا منه حاجة كافية، أنا بحاجة لدعمك لحرك طبيب الشرعي. بدي اعتذر منك، ما فيي ساعدك، ما بقدر اطلع عن الكلام يلي قاله الزوج ووافقت عليه مرته. والضمير الطبي وين راح؟ ولا كل شيء صار ينشرب مصاري هالايام.
صراحة دكتورة أنا أبداً ما كان عندي شك بكفاءتك كطبيبة، بس هلأ صار عندي شك بضميرك بوجد نيتك. جيبي لي موافقة من مدام نايا وأنا جاهزة. جبران هيدا يومين سمك ورا بعض، اي والله بيسوى تقلو. طب فارس شو برايك صار امبارح خلى عاصم يضربها لنايا بهالوحشيه؟ مبينه مثل عين الشمس، بغار عنايا من خيالها، مش بس من خيالها من خياله كمان. ايه بس ما الواحد بغار من تصرفات غير محترمه صار قدامه وبشوفها بعيونه، مش انه هيك؟ مش ضروري. مشكلة عاصم مش معنايا، مشكلة عاصم مع عاصم. هذا زلمه سايكو بده علاج نفسي. فارس مش مخلى زاوية بالفيلا اللي ما حطت فيها كاميرا؟ ما في إلها الجنينة اللي على جنب؟ مش حطت لها وحدة الجنينة مكشوفة، ما بدها كاميرات أصلاً. كاميرات؟ شو صار لي؟ بلا بلا، هيدا أكبر دليل على جرائمه لعاصم. ماني بحاجة حتى أسأل نايا. بشرفك فينا نهدى ونروق؟ إنه فكرك هيك قصة بتمرق على عاصم؟ أكيد بيكون محاهم كله. مزبوط. أصلاً قال جبران نحن بالمستشفى عاصم راح على الفيلا، يمكن كرمال الكاميرات. لا اكيد كرمال الكاميرات، ما بعرف كرمال شو، ما بعرف شيء. ليلى حبيبتي، في مجال ما بقى توزعي راسك بالخبريه هاي؟ ما هو القاضي راضي، شو بدك تعملي انت؟ اصلا يمكن تطلع بسواد الوجه. لانك ما شفت عيونها لنايا اليوم، ما شفتك فكيت عم تطلع فيي انا وساميه مثل كانه بدينا نساعدها عم تستنجد فينا. لأنه أنت هيك حابة تشوفي، لو بدها تفضحه ما كانت استنتك. والخوف؟ خوف؟ نايا تخاف؟ نايا بتخوف بلد. لو مش خايفة بتخليه مد إيده عليها وبتسكت كمان؟ لا ما بعرف، إنه بركي هي من هذا النوع. شو يعني من أي نوع يعني؟ إنه بتعرف يعني شلع. شي فارس معقول راسك؟ عم بخمن هلأ، إنه عم بقول. طب هيدي دقني إذا ما تصالحوا. مثل كل الملكات. شوي. شو رأيك بهالمفاجأة؟ ما إلي نفس. بعد شوي. ما عجبك الخاتم؟ كتر خيرك. عنجد شكرا كتير. نايا انت انسانة عظيمة وزوجة صالحة. يا هو مختنقة، خلينا نطلع نقعد برا. تعالي Thank you.
هيك احسن. بلا بس تحسي بالجوع خبر. ما تعطي الهم يا عاصم، فيك تروح على شغلك ما تتعطل. بعرف ما رح تغفري لي بسرعة، أنا مستعد أدفع ثمن غلطتي معك مهما كانت كلفتها. حسيت إن العمر كله لحتى تسامحي. ما في لزوم تدفع أي ثمن، اللي صار صار. يعني فيني أعتبر هذا نوع من المسامحة؟ روح على شغلك أصلاً، ولما ترجع لازم نحكي، في حكي كتير لازم نحكي. ليش لا؟ والحكي بفيد. احنا من اليوم رايح لازم نفكر بصوت عالي، يعني هيك على الأقل بتنحل نص مشاكلنا إذا ممكن. لا أنا رح أروح على الشغل، بتمنى أرجع أشوفك عم تستنيني على الغداء مثل كل يوم. يعني أنا اشتقت الحياة الطبيعية. رح أبعد جيب أم عبود، بعرف إنك بتكوني مبسوطة لما بتكون موجودة، لأنه بتذكري بأمك. ما بدي أشوف حدا، ما إلي خلق شو بحدا يسألني شو صار لي وأقعد برر له شو صار لي. تعبت من الشرح. خلص على راحتك حبيبتي، أنا ما بدي إياك تتعبي حالك، أنا رح أجيب معي غدا. خاتم ياخذ العائل على إيدك. مرت بتكون بعدها نايمة أو حطيته سايلنت؟ بتكون قد ما بالع حبوب. طب يلا تفضل. خير ستنا؟ شو بك؟ وقعت من على الدرج. الحمد لله على السلامة. انتبه انتبه، الله يخليكي. الله ستر. ستنا بتحبي احطهم بالمطبخ؟ لا عم سرحان، حطهم بجنينة فوق لأنه عاصم بيكره يشوف عجقة قدامي. معه حق ستنا، ما في أبشع من الكركب. عن إذنك. مرت ستنا. ما خبرتني كيف الشغل بهالايام. والله شو بدي اقول لك يا ستنا، يعني الشغله مش عم تجيب هم. ليش؟ ما الارض لك عم تزرع فيها عم تستفيد منها. مزبوط، بس مش عم بقدر بيع شيء من المحصول ستنا،
يعني إذا بتطلعي لعندي على المزرعة بتشوفي هالتفاح كيف هو مرمي بالأرض بيوجعي قلبك. ما البنزين غالي ستنا، يعني الخضرة عم نزلها على سوق الخضرة بسيارتي مش عم يطلعوا بحق البنزينات. معناتك انت خيرك اللي عم تقدر تجيب لي اغراضي. لا ستنا انت منك بعيدة، انا مزرعتي هون خلف الجبل، بس سوق الخضرة محل ما لازم ننزل الخضرة هو اللي بعيد. حياة صعبة ستنا. دادي اصحى بقى اصحى. نور اشياء سيبيني انا مع 10 دقايق. استاذ كريم اصحى يا استاذ كريم، الساعه بقت 10. وانت عم بدوي مش حضرتك عايز تروح المطار عشان تستقبل بنفسك وكيل الشركه الفرنسيه؟ الطياره على وصول، يا دوبك تلحق. حاضر يا عم بدوي، حاضر. البحر كريم اليوم والطقس كتير ساعد. طقس والحظ والبحر. طب ما نعمل فين هو كلهم؟ انت بتاخد نصهم والنص الثاني بدي اعزم عليهم ناس اصحابي. حلوين؟ ما يروح تفكيرك لبعيد، اصحاب تعرفت عليهم جديد. علي هذا الحكي؟ كوبليت مجوزين يا فادي. ما انت بتحبهم مجوزين. يلا شيل شيل نظف. بصوا يا جماعه، سيبكم من المشروع ده خالص. أنا شايف إن المشروع ده مختلف وأفضل من التاني بكتير. أنا بصراحة شايفة الاتنين زي بعض، مفيش أي تغيير. طب لحظة، أنا في مشروع درسته ده حاسس إن هو مختلف وحاسس إن في حاجة جديدة. حاجة جديدة فين يا سليم؟ أجيب لك الكتالوج هوريكوا خمس تصميمات زي ده بالظبط. ده واخد من كل حاجة حتة يا جماعة. طب وبعدين يا جماعة؟ ده يمكن 10 مشروع نشوفه لغاية دلوقتي ولسه ما رسمناش على حل. عامة في الأول ولا في الآخر هو مستر كريم هو اللي هيقرر أنهي مشروع اللي هنختاره، إحنا مجرد استشاريين. وانا كلمتي ما تنزلش الارض. خلاص يا ستي، ما دام انت جامده قوي كده ما تقنعيه بالمشروع بتاعك وبلاش غلبه ووجع دماغ. لا بقول لكم انتوا الاثنين مش ناقصاكوا خالص، انتوا هتخانقوا ولا ايه؟ هذا الستيك من نفس المطعم اللي انت بتحبي تاكلي عنده، كتير طيب. لا يا دوقي ما بتندمي. ها دوقي. كي المفروض تاكل ابصير ضيق، هذا بروتين كتير منيح لجسمك. نايا انا اليوم رح احضر لك مفاجاه كمان تاني بتطير لعال. عاصم بليز اتفقنا انه نحكي. تفضل كل سمعت. عاصم انا ما بقى عندي قوة جسدية ولا قوة نفسية تتحمل هيدا الاسلوب من الحياة. ما في اطلب منك انه انت ما بقى تشك فيي لانه هيدا امر ميؤوس منه. عم بيوجعك تماما مثل ما عم بيوجعني. رح شيل كرامتي من الدق. رح اتناسى كمية الاهانات يلي عم بتدمرني كل يوم. رح اتجاهل فظاعة العنف يلي عم تمارس علي بكل لحظة بكل دقيقة. لدرجة صرت حس حالي مزن بكل الوقت. عم بتعرض للتحقيق والمحاكمة بأي وقت.
وبدك تزيد على كل هول انه ما بقى اقدر خلف. مشان هيك انا فكرت بحل بيناسبنا نحن الاثنين. شو؟ تتركني بحالي. تتركني بحالي وبحالي تتركني. طيب ايش لا يعني خلينا نبعد عن بعض فتره، خلي كل واحد فينا يمتحن مشاعره وهو بعيد عن الثاني. ما غلط ابدا، بالعكس يمكن من بعيد الصوره راح تكون اوضح. خلاص اوكي انا راح اترك البيت وامشي. انا راح اترك البيت ولو هذا بيتك. انت بتبقي وانا بطلع. انا راح اطلع من البيت مش راح ارجع. انا ما ادري وضعك حبيبي والله العظيم، والدكتوره قالت لي انه دير بالك علي وانه مزاجها يمكن بلحظه يتغير. كله عيد انا حاسس فيه حبيبتي وليا. عاصم عاصم طلقني. تصوري ما اعطينا هون خبر مشان موضوع الرحله لهلا. بخبرنا لجبران. راح احكي مع فارس انا، خلينا نحكي معه. ألو أهلين عاصم، أيمتى ما بيناسبك احنا جاهزين. إيه جبران نزيه بيكون صار ببيته هلا. خلص انتو اتفقوا وخبروني. إلى اللقاء باي. شو بو عاصم؟ ما قلتلك هاي دقني إذا ما تصالحوا. ماشي نزيه، لكن لا تنسى تخبر فارس على الموعد اللي اتفقنا عليه. اوكي باي. لا تخافي انا حاسب حساب لكل شيء، بعرف انك بتخافي من المي، بس جبران اكيد بيكون عنده ستره للنجاه اكيد. اذا ما عنده انا رح اجيب. مجنون انت مجنون. لا بقى تعيدي هالجملة على لسانك. شوفي هذا المسدس هو الحل الوحيد لحتى طلعك. قلتي لي فكرتي بحل نزلنا نحن، هذا هو الحل الوحيد اللي بخليني طلعك. ما اتركك لوحدك هيدا مستحيل مستحيل. بيتلك وترحل. هذا المطعم اكله الزفت بيقرف. كم مرة قلت لك علق المناشف بتركيب؟ ولا الفوضى بدمك؟ شو عم تعملي؟
ما في داعي تقتلني، بقتل حالي أرحم من هالعيشة. ما بدي شي من هالدنيا بقى، أصلا صرت بكرهها وبخاف منها. لا لا يا أرجوكي، أرجوكي اتركي المسدس من إيدك، اتركي المسدس. معقول أنا قاتلك؟ معقول أنا قاتلك؟ شو أنا مجنون؟ وعد قريب مني، بقتل حالي. لا يا حبيبتي أرجوك اتركي المسدس من إيدك. لا بتقرب مني، اتركي المسدس من إيدك. أنا كنت عم خوفك بس، أنا ما بدي إياك تروحي. لا يا حبيبتي، أنا اللي غير من هالدنيا مو أنت. خايف منها بلاكي، خايف بلا ما تكوني جنبي، بلا نفسك وحسك ودعسة خطواتك، بلا ما أسمع اسمي من صوتك. ما بعرف إنك بتكرهيني كلا، ما بعرف إنك بتكرهي الدنيا معي. خلاص خلاص، مثل ما بدك صدقيني، مثل ما بدك عيشي، مثل ما بدك عيشي بالطريقة اللي بتخليك تكوني سعيدة. بس أنا ما بدي اياك تموتي، ما بدي اياك تموتي. هذا المسدس بدي كبه بالبحر، أنا رايح مشوار صغير، بس بدي أطلب منك طلب. أرجوكي ما تطلعي برا هذا البيت، أرجوكي. أنا أوصلك وين ما بدك، بس لا تروحي محل غياب. الو، مرحبا دكتور رندا، اذا سمحتي بدي شوف الدكتور. شكرا شكرا شكرا. كنت حاسبه هالحساب، مع انه نبهتك قبل من هيك تصرف. كيف بتخلي مسدس بين ايديا؟ غبا مني، غبا مني. كنت عم نطفو للمسدس، رحت لحتى غسل ايدي، رجعت لقيته بايده وعم تصور على راسه. المهم ما تبقى لوحده بهالفتره. لا لا، مستحيل مستحيل، في حدا دائما عم ينطرها وما بشيل عينه عنها. القصة قصة اضطرابات هرمونية، يعني فترة وحتقطع. صراحة أنا خايف القصة تتطور أكثر من هيك كثير. كيف يعني؟ يعني كان من الممكن إنه المسدس يكون مصوب على رأسي. أنا بصراحة خايف عليها كثير دكتورة، كثير. أنا نشأت لك لأنه أنت أدرى بحالتها. بنفس الوقت إذا بتنصحيني بطبيب نفسي أعرضها عليه. ممكن هي ما تتقبل الفكرة. لا، أنا بس رح أزوره وأشرح له المشكلة، هو بيعطيني الحل من غير ما أقول لنايا. فهمت عليك. أنا مستحيل حطة بهيك موقف، أنا بدي حل مشكلتنا بأقل الخسائر الممكنة. أنا ما بدي أضغط علي لنايا أبدا. فكرة معقولة. طيب رح دلك على طبيب نفساني أنا بستشيره دايما، هو بيكون صديقي وبوثق كتير بخبرته، هو يلي وصف للمهدئات لنايا. ممكن ناخد منه موعد اليوم؟ رح حاول،
مع انه هيدا الحكيم الناس بتاخذ معايده قبل بجمعه وبجمعتين عنده، بس مش مشكل. كثير شكرا. اهلين يا معبر. يا تعطيري يا دلي، سلامتك يا ست نايا، نشكر الله طلعت منها سالمه. لما خبرني استاذ عاصم انك تعبانه تركت كل شيء وجيت، انت ارتاحي ما تعملي شيء، انا بعمل كل شيء. وعلى فكره ما خبرته اني كنت هون يوم العزيمه، لاني بعرف ما بحب الا طبخي. يا علي ان شاء الله، ليه ما خبرتيني انك تعبانه؟ كنت جيت انا وركبت البراد يا عمي. ام عبود اذا بتريدي دقيقة صمت. دخيلك ما تواخذيني، انا كان قصدي سليكي وليكي عن همك ورايحك. بدك تريحيني؟ طبعا بدي رايحك، ما انا هون بخدمتك، انت امري. تعالي على جنينه فوق في فواكه، غسليهم منيح، قصيهم وقطعيهم وشيلي البزر منهم. تكرم عينك، بساعة زمان بيكون كل شيء حاضر. وعد كبي الصناديق، بدي ازرع فيهم شتر. تكرم عينك. شو هول؟ لشو كل هالكمية؟ بيعانك يا ست نايا. دكتورة ندى حكيت لي شوي عن وضع المدام، بس أنا صراحة كنت حيل وبفضل إني شوفها، بس يبدو إنه حضرتك بتفضل إنك تكون مريض بالإنابة. الحقيقة أنا يعني بدي استشيرك عن نفسي بصراحة، ما كان عندي الجرأة يعني أقول للدكتورة ندى كل الحقيقة. تفضل عم اسمع. أنا ما عم نام، عم خاف من النوم. وأنت صار عندك فكرة تماما عن مشكلة زوجتي، يعني هي صار عندها استحالة إنها تحمل من جديد. أنا آسف فعلاً، إنه موضوع مش سهل أبداً. أنا بحبها كتير، بحبها كتير، هي الحقيقة إنسانة عظيمة وزوجة صالحة، بس أنا بعيش صراع ما بقدر أقرر، يعني أعيش معها بلا أولاد ولا طلاق. فتحت بالموضوع؟ أكيد لا، الحقيقة هي إنسانة كتير ذكية واستبقت الأحداث بطريقة كارثية. كيف؟ قالت لي إنه إذا أنت بتتركني أنا أكيد بنتحر. أرحم من هالعيشة. والحقيقة أنا خايف إنه هي ترتكب شي حماقة وأنا بعيد عنها بصراحة. أكثر أنا صرت خايف على حياتي. دكتور أنا مريض شيء؟ أنا بفهم مخاوفك، أنت وزوجتك عم تمروا بمرحلة كتير ضيقة، بس هي الحلقة الأضعف، بالأخص أنه الخسارة اللي خسرتها ما رح تتعوض بقى، ويمكن حاجتها للطفل تكون أشد بكتير وأكتر بكتير من حاجتك لك. طيب أنت بشو بتنصحني؟ الصبر، التعاطف والاحتواء. ليش؟ 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 طيب والمخاوف اللي أنا عم بعيشها؟ اطمن، منك مريض. نوم، النوم أنا عم خاف إني نام دكتور. توتر، توتر، أنت بحاجة للاسترخاء. أنا رح بصف لك دواء هلا بتاخد منه، هيدا بيخليك ترتاح، تنام نوم عميق، ورح تقوم تاني يوم الصبح تلاقي حالك انت كنت محمل الموضوع اكثر ما بيستاهل. طيب اذا هي الحبوب ما قدرت تنيمني؟ رح بصف لك العيار الاتقل، بس بتاخده عند الضروره. عند الضروره اكيد اكيد.
بس هو يعني ما في خطورة. يعني أكثر شيء بتنام 24 ساعة. شكرا كثير، شكرا كثير. شو يا جماعة؟ نعتبر موعد بكرة صار ثابت؟ إن شاء الله ما غير رأيه بآخر لحظة. يغير ولا ما يغير ما خصنا، ما رح نوقف مشروعنا كرماله. معقول نطلع بلا نايا؟ مش حلوة. أكيد مش حلوة، بس كرمالنا ركب المشروع، ونحن اللي عرفنا عاصم على جبران، مزبوط؟ إنه من أي متى عاصم هو اللي بيحكينا؟ إنه دايما علاقتنا فيه من خلال نايا، صح؟ مداخلكم؟ مش امبارح كان ميت خوف عليها ما بدينا نقرب عليها؟ شو عاد ما بدا يعني؟ ليه غير رأيه وصار فجأة بده يظهر ويظهرنا معه كمان؟ لك ما مبينه هيدي مثل حلوانة الصلحة بتقولي. عم بيحاول يكسب وده فينا نحن، صراع أجيال. أنتم ملاحظين شغلة؟ كلكم تعرفوا إنه نايا عم تتعرض للتعنيف من قبل عاصم وساكتين. مش بس ساكتين، كنتوا تتصرفوا معه كأنه كل شيء طبيعي، كأنه شيئا لم يكن. We'll be right back.